إلى أي مدى هذه الرسالة مؤثرة وقادرة على أن تحدث فارقا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة واضح أن الانطباع الروسي لم يكن إيجابيا يعني بشأن الرسالة، لأنه السيد لافروف يعني علق أيضا في نفس السياق وقال أن روسيا على استعداد يعني بحث المبادرات الجادة، وبالتالي اعتبر أن ما تطرحه الولايات المتحدة أمر غير جدي، لأنه فكرة الانسحاب الروسي الكامل أصبح أمر من وجهة نظر موسكو أمر غير وارد، لأنه حدث استفتاء تم ضم هذه الأراضي أو الأجزاء الأربعة إلى روسيا وأصبحت جزء من الأراضي الروسية بحكم الدستور والقانون، وبالتالي لا يمكن من وجهة نظر روسيا التنازل عنها. ربما في بدايات الأزمة أو قبل اندلاع العملية العسكرية كان من طبعا الكلام بيدور حوالين حكم ذاتي لهذه المناطق، لكن بعد كل هذه الإجراءات اللي اتخذتها روسيا أصبح من وجهة النظر الروسية أمر لا يمكن طبعا التفكير فيه، وبالتالي اعتبر أن الرسالة أو الجانب الأمريكي غير جدي في الوصول إلى تسوية ما. لكن يظل أمتلك سؤال عند هذه النقطة يا دكتورة، ما الذي يدعو الولايات المتحدة أن ترسل بهذه الرسالة وهي تعلم أنها غير مقبولة لدى الروس؟ يعني الواقع أنه طبعا الولايات المتحدة تعي جيدا أن هذا أمر غير مقبول، ولكن الولايات المتحدة كما حضرتك أشرت مع مع يعني الزميل السابق بتقوم الآن بشحذ الإمدادات العسكرية تجاه أوكرانيا، وبالتالي هي تريد فقط أن تحفظ ماء الوجه أمام العالم كله بأنها لا تقف حجر عثرة أمام المفاوضات، لأن الحقيقة كل التأكيدات من موسكو أن المشكلة ليست في كييف، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في واشنطن وفي موقف الإدارة الأمريكية، وأنها هي التي تعقد المفاوضات وتعقد التسوية السلمية والحل السلمي للمشكلة في أوكرانيا. وبالتالي الولايات المتحدة تريد فقط حفظ ماء الوجه وان يعني قدر من يعني ممكن حضرتك تعتبره المساومه مع روسيا. يعني طب في العلوم السياسيه سيدتي، وطبقا للخبره التاريخيه المرتبطه بالصراع بين مثل هذه الدول، معنى ذلك ان الولايات المتحده لديها القابليه بان تقدم حتى وان كانت من خلال وسيط على ما طلبته روسيا بما اطلقت عليه بالمبادره الجاده او المحاوله الجاده؟ في اللحظة الراهنة أعتقد ما فيش إرادة أمريكية، والدليل على كده لو حضرتك يعني تتبعت كل التصريحات القادمة من واشنطن إلى جانب جولة المستشار الألماني تشولتز في أمريكا اللاتينية مع حلفاء مقربين من روسيا زي البرازيل والأرجنتين وأيضا تشيلي، في محاولة منه لجعلهم يمدوا أوكرانيا بالسلاح، لأن طبعا هذه الدول تمتلك عدد من الأسلحة السوفيتية، وبالتالي ده يعني من وجهة نظري يعني لا يعبر عن جدية في عظيم. وبناء عليه أن أعلم أنك الخبيرة في الشأن الروسي، لكن هل تعتبر أن الولايات المتحدة بهذه الرسالة هي تعضد من مصر على ما ترجوه من أفق تعاون مستقبلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فكانت حاملة لهذه الرسالة المرفوضة من روسيا؟ هل تعتبر أن هذا ملمح من الملامح؟ طبعا يعني بالتأكيد الولايات المتحدة بتعول على مصر في يعني بالتأكيد في ملف غزة، يعني هذا أمر مؤكد. يعني إذا بحثت يعني بحثنا عن الشريك الأول للولايات المتحدة في مسألة غزة هي طبعا بالتأكيد مصر، وسبق أن الرئيس بايدن قدم طبعا شكر لمصر للرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يتعلق بمسألة غزة والتسوية. يعني أقصد في النهاية أن هذه الرسالة المقصودة بها مصر وليست المقصود بها روسيا، هذا طرح أين أنت منه؟ يعني ربما بتعزيز لموقف مصر، وربما أيضا يعني بشكل أو بآخر ربما نقرأها قراءة مختلفة أنها محاولة لجر مصر بشكل أكبر إلى المعسكر الغربي. يعني الولايات المتحدة تبدي بعض القلق من ما هو الملمح الذي قادك إلى هذا التفسير؟ لأن هذا هو الموقف الغربي، وبالتالي طالما مصر تحمل هذه الرسالة فهي بشكل أو بآخر يعني قد يكون هناك قبول مصري لهذا. لكن على المقابل لافروف صرح بأن مصر من شركائها الهامين الإقليميين والعالميين. بالتأكيد، وروسي ومصر هل هذا هو فهم روسي لهذه الرسالة؟
هو تأكيد يعني أو إحباط للمحاولة الأمريكية لجر مصر بعيدا أو يعني استقطابها نحو المعسكر الغربي. كيف تكون هذه القراءة إذا ما ارتبطت بهذه الجولة التي قام بها الرئيس المصري الهند أذربيجان أرمينيا، وهي تميل بشكل أو بآخر إلى مساحة التوازن والحيادية الموزونة في هذا الصراع؟ وهي دي النقطة، أن الولايات المتحدة تراقب التحركات المصرية وتنظر بقلق أن مصر بتنفتح أكثر وأكثر على يعني الكتلة الشرقية وعلى دول الجنوب. تقصدي أنها محاولة لاحتواء هذا الانفتاح؟ احتوائه وجذب مصر أكثر في، نعم. في إطار وصلت الصورة لضيق الوقت. أنا شاكر لك الدكتورة نورهان الشيخ، وأنت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إذ كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا يا سيدتي.